البركة جمعة والسلام. تم المجلس وبقي في ليلتكم بقية مباركة في ليلة مباركة حقها الاستكثار من بركتها. ومن أعظم مناجم البركة جمعتكم في ليلتكم هذه وصبيحتكم غدا حتى تغرب شمس الجمعة الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دليل محبته وطريق إلى نيل محبته. عبق اللسان بذكر أحمد وانتشى قلبي، وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه. فيا رب بلغنا بمنانا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا صادق المحبة والاتباع والطاعة والالتزام بهديه وسنته، وبلغنا يا رب الفوز بشفاعته وورود حوضه نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا رمضان بفضلك وجودك وإحسانك، وبارك لنا فيما بقي من رجل